يا الله، السلام عليكم شباب. شباب اليوم معلومات سريعة عن طائر. يا طائر، أنا متعلم على الطيور، اعذروني. عن السنجاب. السنجاب طبعا شباب حيوان مستوطن، يعني موجود عندنا بالعراق. حيوان كلش حلو، إذا صار أليف يتعلق بيك بشكل مو طبيعي. من الحيوانات إذا تألف وتعلم على المكان تقدر تفتحه يطلع يروح، يعني يوصل مكانات بعيدة ويرجع وحده، يعني يطلع خارج البيت، يطلع خارج حتى الفرع اللي انت قاعد بيه ويرجع لك. حيوان ذكي، الغذاء مالته على الحبوب الفواكه، ياكل بنسب قليلة بس أكثر شيء ياكل على الحبوب. الترويض مالته سهل، مجرد ما تصبر عليه فترة وتوكله من ايدك هو تلقائيا يتعلم عليك، لأنه حيوان كلش ذكي. ومثل ما تشوفون، شوف شلون ياكل. موجود منه طفرات، موجود الطفرة اللون الأسود، طفرة يعني سعرها مو سعر ذاك الخيالي، بس موجود منه عدة. طفرة الألبينو عيون بيض، طفرة كلش غالية، يوصل سعر 10 ورقات 8 ورقات. حيوان كلش حلو، لعوب، يحب يلعب يتعلق، واجتماعي. مثلا تخلي وياه دجاجة، كتكوت، هاي يتعلم على بقية الطيور، مو بس الطيور أو الحيوانات اللي بعمر البزونة، هاي يكون كلش اجتماعي وياها. وهاي طريقة أكله الحلوة اللي تخلي الناس تتعلق بيه. أي معلومة تحتاجوها على السنجاب، ترويض السنجاب، اكتبوا لي اياها بتعليق ان شاء الله، وان شاء الله ارد عليكم.